السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال لاكوزي. اليوم نعمل لكم العدس. انا تندير فيها شويه ديال الخضره، تقدروا الا ما تعجبكمش تحيدوها مره، ولكن الخضره تجي بنينه في العدس وما تجيش مجهده. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا 500 غرام ديال العدس او غسلته الاول مزيان. عندي هنايا قرعه حمراء غير شويه، قولوا لي الدعامر، و 60 مليلتر ديال الزيت العود. بالنسبه للعطور، انا تنعبر كل شيء بالمعلقه ديال القهوه، هذيك الصغيره. عندي هنايا معلقه ونص ديال خرقوم، معلقه ديال سكنجبير، ومعلقه ديال بزار، وجوج معالق ونص ديال كيمون. وعندي هنايا قرعه خضراء درت غير النص، وجوج المعطيشات، وجوج ديال الجعده ولا خزو، وواحد البصله كبيره. عندي هنايا هذاك الكرافس الكويره، عملته قبل في الفيديو ديالي مع البايسر. هذه نشط ليا، كيف قلت في هذاك الفيديو، لشط لك هذاك الكويره ديال الكرافس، نقطعو تنعملو في الفريغو، ونهار تنحتاجو تنجبدو. دابا وجبدتو من الفريغو، عندي غير شويه ديال شويه هكا اللي يدين هكا اللي يد واحد ما عامر شي بزاف ديال هذاك الكرافس كويره. وعندي هنايا ثلاثه التومات، وثلاثه معالق صغار ديال القهوه ديال الملحه، وشويه قزبر معدنوس، قولوا كل واحد كل الوحده فيها سته. وعندي هنايا لتر ديال الماء، بالضبط شحال نستعمل الماء نكتبها في الكومنت. هذه المقادير ديال العدس، دابا تبعوا معايا كنوجدوا. انا زدت واحد الكميله شويه كبيره، ندير نص ديال المقادير ندير فيها دابا في الخطره، ومقادير اللي بقات نديرها في الاخير مي تقريبا طيب ليا هاد العدس. شنو غندير دابا في الكميله؟ ندير العدس، ندير الجعده والبصله، العطور، زيت العود، المعطيشه، والتومات، وملحه. تبعوا معايا. دابا ملي درت فيها هذاك اللي قلت لكم، دابا نديرها فوق النار ونخليها غير شويه تقلى بيناتهم، ما كملاش دقيقه، غير واحد دقيقه، دقيقه ونص هكا تقلى شويه بيناتهم، من تما ندير عليها الماء. يا الماء بدات تسخن دابا شويه جميله. دابا نخليها هكا واحد دقيقه، دقيقه ونص، باش يدخل في هذاك العطور مزيان، تما نديرو الماء. هاني درت فيها 800 مليلتر ديال الماء، دابا ندير فيها داك القزبر والمعدنوس، وندير عليها قفاله ونخليها طيب هكاك ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه، ولكن مره طلعوا عليها وحركوها هكا باش ما تلصقش لكم من التحت. الا لقيتوا الماء ناقصات تزيدوا شويه الماء. المهم انا من بعد نوري لكم الا جاتني انا الماء ناقصه مي غنزيد فيها. يعني خليتها هكاك واحد 20 دقيقه طيب. دابا ندير فيها الخضره اللي بقات ليا، القرعه الخضراء والقرعه الحمراء، وهذاك الكويره ديال كرافس، ونزيد فيها الماء. توتال الماء شحال درت فيها؟ درت فيها لترو و 200. دابا ندير فيها هذاك الماء وديك الخضره، وتبعوا معايا.
هاني يعني درت فيها هذاك الخضره، دابا زدت هذاك الماء وندير على قفاله ديالها ونخليها تطيب. الا ما ديروش فيها الخضره، كاينين اللي ما تعجبهمش الخضره في العدس، العدس ديالكم ما تخليوهاش 20 دقيقه تطيب، ولكن تزيد شويه، قولوا واحد نص ساعه، 30 ولا 35 دقيقه باش يطيب العدس ديالكم مزيان. انا علاش خليته ما طابش مزيان؟ حيت درت فيه دابا خضره باش تكمل الطياب ديالها مع الخضره. دابا ندير فيها قفالة ديالها ونخليها تطيب واحد ربع ساعة ونرجع لكم. هي العدس خليتها هكاك مي درت فيها الخضرة واحد ربع ساعة لعشرين دقيقة، خليتها تكمل الطياب ديالها. هي كي تجي الماء عملت لتر و700 يعني قريب 2 لتر. ما تجيش قاسحة وما تجيش جارية بزاف، تجي هكا، وداك الخضرة تتعطي واحد المذاق للعدس الزوين، وعاوتاني ما تجيش مجهده، هكا تجي واعره. تاكلوها هكا غير بالعشقه، ولا تاكلوها مع الخبز ديال الدار، تجي زوينه بزاف. انا تناكلها مع البصله الخضراء اللي طويله، ولا تاكلها مع البصله حمراء، تجي واعره. دابا شويه نوري لكم كي جات من القرب عندكم الكاميرا. هي العدس وجدات، هي كي تجي واعره وخفيفه، داك الخضرات تترجع العدس ديالنا شويه خفيفه، ما تجيش مجهده وبنينه بزاف. انا تناكلها تندير فيها اما داك البصله حمراء تنديرها فوق منها، ولا تندير فيها داك البصله راني خضره راني طويله هكا، هذه تنديرها تنقطعها هكا تنديرها فوق منها، تناكلها مع العشقه وتجي زوينه. دابا نقول لكم بالصحه والراحه، وشكرا لكم، وما تنساوش تبارطاجيو فيديو وعملوا لايك وابوني، ونتلاقاو الفيديو الجديد ان شاء الله، والسلام عليكم.